دلت الاكتشافات الأثرية في البحرين والتي قام بها الخبراء خلال الفترات الماضية بأن حضارة دلمون هي من الحضارات العريقة التي عاشت كغيرها من الحضارات القديمة، وبرز اسم دلمون في النصوص السومرية على أنها أرض طاهرة وأرض مقدسة، وكانت دلمون جزيرة تتمتع بقدسية خاصة، وقد وصفت بكونها أرض الخلود كما جاء في النص الذي نشر لأول مرة في عام 1915 للميلاد، والذي أشار إلى أن دلمون هي مدينة مقدسة وبلد نقي ومغمور بالنور ومتميز بالإشعاع. ويقول النص التاريخي أيضاً إن الغراب لا يصيح في دلمون، والحجل لا توسوس، والأسود لا تقتل أحداً، والذئب لا يلتهم الحمل الوديع، ولم يكن أي مريض العينين يشكو من مرض عينيه، ولا مريض الرأس كان يشكو من مرض رأسه. هذا هو وصف أرض الخلود طبقاً للنصوص السومرية لحضارة دلمون العريقة. وإذا كانت هذه الأرض تشع حضارة ونوراً، فإن أهلها ومنذ قديم الزمان مارسوا أعمالاً افتخر بها الجميع، نظراً للماضي العريق لتلك الحرف التي اشتهرت بها البحرين، واعتبرت صناعة الدلال من أشهر وأهم الصناعات النحاسية التي عرف بها أهل البحرين. وعرفت البحرين منذ القدم بأنها من الدول التي اشتهرت قديماً بصناعة السفن التي تنوعت بمسمياتها المختلفة، ومنها البوم والبانوش والهوري والبلم وغيرها. ومثلت صناعة السفن أحد الحرف التراثية العريقة في البحرين، حيث هيئ موقعها الجغرافي والاستراتيجي بأن تكون مركزاً تجارياً مهماً. ومما زاد من شهرة هذه الصناعة دور الرجال الذين عملوا في هذه الصناعة رغم كل الظروف الصعبة والمتعبة التي واجهوها في عملهم. وبينما اشتهرت البحرين بصناعة اللؤلؤ التي ملأت شهرتها الآفاق في منطقة الخليج العربي والعالم أجمع، ورغم الأهوال التي واجهها الغواصون البحرينيون في هذه المهنة الشاقة، إلا أن صوت اليمال كان يخفف من همومهم وتعبهم في عملهم الصعب والمميز، الأمر الذي جعل الدول تندهش بما يقدمه هؤلاء الغاصة من أجود وأحلى اللآلئ في العالم أجمع.
واعتبرت صناعة الذهب في البحرين من الصناعات العريقة والمغلة في القدم، حيث ارتبطت هذه الصناعة بغيرها من المعادن الثمينة، حيث شكلت صناعة الذهب صناعة رائجة، خصوصاً وأن صياغته فن قائم بذاته. واعتبر الصائغ البحريني فنان محترف، أدرك مواطن الإبداع في صنعته، فابتكر أنواعاً وأشكالاً نادرة اتسمت بالدقة والمهارة الفائقة. واشتهرت البحرين منذ القدم بلباسها الشعبي التقليدي الذي ارتبط بعراقة هذا الشعب. وازدادت هذه الحرفة من حيث أهميتها نظراً لما تشكله من قيمة تراثية للناس الذين ارتدوا اللباس التقليدي منذ تلك الفترات وحتى الآن. ويزداد الاهتمام باللباس الشعبي أو التقليدي خلال الأعياد والمناسبات الوطنية وخلال حفلات الزفاف وغيرها من المناسبات السعيدة. وأما الأزياء الشعبية النسائية البحرينية فقد تنوعت تنوعاً كبيراً، فقد عكس الخائط البحريني فنه وإبداعه على تلك الأزياء بحيث غدت ملمحاً من ملامح المجتمع التي ينفرد بها عن غيره من المجتمعات الأخرى. وأبرز الخائط البحريني أيضاً الذوق الجمالي والفني البارز الذي أبدعته يد الصناع في خياطة وتطريز تلك الملابس بنقوش ورموز مستوحاة من البيئة والواقع المعاصر، وبالأخص تلك الرسوم المنقوشة على الملابس النسائية، لهو إتقان في غاية الدقة والإبداع. We'll be right back.
وتتنوع الأزياء الشعبية النسائية البحرينية تنوعاً كبيراً يفوق تنوع الزي الرجالي، حيث تميل ألوان الثياب إلى الزركشة والألوان الزاهية المحلاة بالنقوش والزخارف الجميلة، خاصة الأثواب التي تستخدم خلال المناسبات والأفراح. وتحمل الأزياء النسائية قائمة كبيرة من التسميات، وهي تعود إلى نوع التطريز المستخدم، ومنها ثوب النشل الذي يأتي في مقدمة الأزياء النسائية الشعبية فناً وإتقاناً وعراقة. وبفضل الدقة في التطريز، فقد انتشر ثوب النشل انتشاراً واسعاً واحتل مكانة مرموقة، وأصبح زياً شعبياً تحرص المرأة البحرينية على ارتدائه في مختلف المناسبات.